السلام عليكم. بعد كده معانا روابط الكيميائية بين الإلكترونات. بداية القرن العشرين وضع عالم كيميائي أمريكي اسمه جيلبرت لويس قام بتطوير نموذج للذرة، أعطى جوابا لكافة التساؤلات بتدور حول كيفية قيام الذرة التفاعلات الكيميائية، حيث فسر الأمر بناء على شحنة وعدد الإلكترونات بناء على النواة، وده كان اعتقاد سائد قبل كده. ستقوم الذرات بتبادل الإلكترونات وبين بعض لتصل لحالة التشبع استقرار وتكوين رابطة كيميائية. الأمر ده سهل على العلماء الوصول للملايين من الاكتشافات الكيميائية. بعد كده معانا النشاط الإشعاعي، بدأ اكتشافه من خلال اكتشاف الأشعة السينية أواخر القرن ال19، وده اللي حفز العلماء البحث عن مواد أخرى تبع درجات مختلفة من الإشعاع لحد ما توصلوا للاكتشاف الأعظم الاكتشافات الكيميائية، وخاصة الاكتشافات الإشعاعية هو إشعاع عنصر اليورانيوم على يد العالم بيكرل. الأمر اللي تطور بعد كده ووصل كتير جدا من العلماء استخدام اليورانيوم في إصدار الطاقة النووية، استخدامها في توليد الكهرباء وده هدفها الأساسي، لكن بعد كده بدأ استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. بس وشكرا، خلصت سلسلة الحلقات، السلام عليكم. عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوة، عكس الاتجاه بضرب في مقتل وضع في قوة.